أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. تعلن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق أول مسجد في العالم يبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. تاريخ بدء الأعمال في الموقع سيكون في بداية الربع الرابع من العام الجاري أكتوبر المقبل 2023، وتاريخ الانتهاء منه سيكون في الربع الأول من عام 2025. كما أن هذا العمل هو ترجمة على أرض الواقع لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، بأن ننقل إمارة دبي إلى مستويات متقدمة تتصدر فيها مؤشرات التنافسية العالمية، وأن تتبوأ الإمارة الريادة والابتكار في كافة المجالات. تم الانتهاء من التصميم المبدئي للمسجد، وسيتم التنسيق مع بلدية دبي لأخذ الاعتمادات النهائية للمشروع، وتستغرق مدة أعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد 4 أشهر، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد إلى ما يصل 600 مصلي تقريبا، ومساحة البناء تبلغ ما يقارب من 2000 قدم مربع. المتبرع ببناء المسجد هو سلطان محمد سلطان الفلاحي، وقام سيادته بالتوقيع على ميثاق مشروع تصميم وإنشاء أول مسجد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.